بطريقة سهلة ومبسطة. كندخلوه من العين السنارة أول حاجة، كنحاولوا على السنارة باش تخرج كاملة بهذه الطريقة. كتخرج السنارة كنعاودوا نفس الطريقة ولكن من جهة الظهر ديالها كنهودوا البطن. تخرج السنارة بهذه الطريقة، نحاولوا على السنارة ما تخرجش كاملة، كتجي كتدخل عند التابع بهذه الطريقة. من بعد كنجبدوا الخيط، كيجي الطعمة الموس. كنقطعوا هاد الطرف الزائد، علاش؟ غادي نحيدوه باش ملي يجي السنور تجيه سهلة الماكلة والسنارة هاي فين كاينة. اين فوا غادي يعض غادي يحصل. حنا كنغورطو نتسناه بهاد الطريقة غير بشوية على الكابيلة باش مندخلوش في اللحم ديالها. صافي، كتجي للفوق وبدا هنا الطعمة اللي خطيرة. وهالسنارة فين كاينة باينة، اين فوا غادي يجي يعض العضة الأولى غادي تكون الحوشة ديالك ان شاء الله. يا ربي شي السر، اي شمعة. الله 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 الله، يا ربي شي السر.